امرأة كبيرة في السن أودعت لدي مال وأنا أقوم بإخراج زكاة هذا المال دون علمها، فما حكم عملي هذا وما حكم الزكاة التي قد أخرجتها؟ هذا لا يجزي إلا بإذنها إذا كانت رشيدة، إذا كانت رشيدة فلا بد من إذنها. أما إن كانت ما هي برشيدة، يعني ضاع فكرها وعقلها أو كان صبي صغير، فيخرج الزكاة عنه وليه، يخرج الزكاة عنه وليه أو الوكيل الذي أسند إليه رعايته إذا كان ما عنده عقلية. أما الذي عنده عقلية فلا بد من إذنه ونيته، لأن الزكاة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاصر ينوي عنه وليه.